رمضان كريم على الجميع. في هذا الفيديو غادي نعلمك كيفاش تجعل مواقيت الصلاة تظهر على شاشة الهاتف ديالك سواء كان ايفون او اندرويد على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا بطريقة جميلة ومبسطة. اولا كننزلوا تطبيق بلال على الايفون والاندرويد وكنصح به لانه تطبيق لا توجد عليه اشهارات. بعد التنزيل كنفتحوا التطبيق وكنفعلوا جي بي اس باش كيعطينا مواقيت الصلاة مضبوطة. بالنسبة لطريقة تفعيل الويدجيت كنضغطوا بضغطة مطولة على التطبيق ويدجيت وكنختار الشكل اللي بغيت مثلا هذا الشكل اجوتي وكنسحبوا المنطقة او الشاشة الرئيسية على هذا الشكل هذا. ندوزوا للطريقة على الايفون. بالنسبة للايفون كنضغطوا بضغطة مطولة وكنكليكيو على علامة البليس. الان كنختاروا تطبيق بلال على هذا الشكل هذا وكنختاروا الويدجيت اللي بغينا اجوتي ويدجيت كما كتشوفوا. يا ريت الى استفدتي من الفيديو ما يحبش عندك شاركوا مع الاصدقاء والاهل والاحباب. تحياتي لكم. هذا الفيديو غادي يستافدوا منه بزاف ديال الناس خصوصا اللي كيتخترقوا لهم او يتسرقوا لهم الحسابات ديالهم، لانني شخصيا توصلت برساله من شخص بغى يخترق ليا حساب الانستغرام لكن بدون جدوى. قبل ما نوريكم رساله الشخص المخترق، الا كتبغي الخير للناس شارك هذا الفيديو باش الانسان ما يتقولبش. كنفتح الانستغرام وكنتفاجئ بشخص كيدعي بانه من شركه الانستغرام وكيقول لي بانك كتخالف قوانين حقوق الطبع والنشر. الحساب ديالك غادي تقفل في ظرف 24 ساعه الا ما ارسلتيش لينا المعلومات ديال الحساب ديالك كالجيميل والمود باس يعني ديال الانستغرام. الشخص اللي ما عارفش غادي يتعامل مع هذه الرساله وغادي يكليكي على الرابط وغادي يعمر المعلومات ديالو وغادي يرسلهم. في هذه الحاله غادي يمشي لك الحساب ديالك. الرساله ديالي في هذا الفيديو الانستغرام او فيسبوك او تيك توك لا بغى يتواصل معك ما غاديش يرسل لك رساله في بريفي او رساله كصديق. بحال الانستغرام مثلا الا عندك شي حاجه في حساب ديالك كترسل لك ايميل. لاحظوا معايا اعدادات سيتينغ سيكوريتي ايميل فروم انستغرام. معلومة سريعة لمستخدمي جوجل ويمكن ما عمرك سمعتي عليها. المعلومة ممكن تجربها اللي هي إلا دخلتي لجوجل وكتبتي في البحث اكس او ممكن تلعب مع جوجل لعبة الاكس او. غادي ناخذ تجربة اكس او اكس او اكس او اكس او. لقد فزت، جربها ورد عليا. تحياتي لكم. موضوع مهم وخاصة البنات حيت هما اللي كيستعملوا تطبيق سناب شات اكثر من الاولاد. جميع البنات اللي كيستخدموا او يتصوروا على تطبيق سناب شات طبعا ما غاديش تبغي اللي يشوف لك التصاور ديالك او يسرقهم ليك، فتبعي هذه الخطوات البسيطة باش تأمني الحساب ديالك. كنتوجهوا لتطبيق سناب شات، من بعد كنكليكيو على البروفايل ديالنا، من بعد الاعدادات. اول حاجة كديري كتربطي الحساب ديالك سناب شات بالرقم الهاتف يعني كتوثقيه بالمصادقة الثنائية. من بعد ما كتدخلي رقم ديالك الهاتف كيكون شغال كتوصلي برسالة نصية كتوثقي الحساب ديالك. ثاني حاجة والمهمة وهي كتدخلي مرة اوبليي لي زاباغاي وكتشوفي الا كان شي جهاز ماشي ديالك كيدخل الحساب ديالك وكيشوف تصاور كتكليكي على خروج وكتمسحي بهذه الطريقة. نبغي هذه الفكرة تبارطاجها باش كلشي يستافد. تحياتي لكم. اللي عنده حساب جيميل اللي هو جوجل، لهذا جبت لكم اسرار مخفيه اللي تقدر تنفعك بزاف وتخليك تجيري الحساب ديالك وتحميه كيف ما بغيتي. فمثلا هذا الموقع اللي كتبتيه في جوجل غادي يظهروا لك جميع المواقع وكلمات مرور اللي تسجلتي بهم عن طريق الحساب ديالك وما بقيتيش عاقل على لي مود باس. اما الموقع رقم 2 اللي كتبتيه في جوجل خطير جدا، غادي يعطيك النشاط ديالك كامل من نهار بديتي كتستعمل الهاتف، مثلا التطبيقات اللي كتشتغل، جهات الاتصال يعني الارقام، التحركات ديالك، الموقع فين تواجد يعني كل شيء كيعرفوا عليك جوجل. بالنسبة للموقع رقم 3 فهو مهم جدا خاص بتتبع ومراقبة الحساب ديالك، يعني مثلا إلا كتبتي في جوجل غادي يعطيك جميع الأجهزة اللي مرتبطة بالحساب ديالك الجيميل. إلا بان لك شي جهاز ماشي ديالك ما عليك إلا تضغط عليه وتقوم بالإزالة ديالو. لا استفدتي من الفيديو ما تنساش لايك وبارطاجيه باش غيرك يستافد. تحياتي لكم.